اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تسمعوا تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناه. الناس اول مره كيشاهدوني كنبغي نقول لكم هبطوا دابا تابعوا في القناه وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكاع الجديد ديالي في الوقت. تخليوا لي لايك وكومونتير باش نعرف بلي المحتوى ديال القناه عجبكم. مرحبا بكم مره اخرى منا. الفيديو ديال اليوم الناس غادي يكون واحد الروتين غنشاركو معكم. صراحه ما دايرش شي بروغرام اللي غادي نمشي عليه هذا النهار، هذا نهار عادي بحال كاع اي نهارات. المهم صافحه فيا شويه ديال الحماس وشويه ديال النشاط، وبغيت نقلوا لكم حتى نتوما في هذا الفيديو هذا. المهم كيف كتشوفوا راه الزنيكه ما ديوش لهاد الزنيكه، لانه الا درت البينيفيت البلاس او البينيديت بالنسبه للبنات اللي ما عارفينوش هو واحد المهم غنشاركوا معكم في بزاف ديال الفيديوهات كنديروا. غنشارك معكم الطريقه ديالو، الاستعمال ديالو كيفاش كيتصايب غير في الدار، ما تحتاجش انك تشريه. واخا هو كيتباع بثمن شويه طالع، وداروا واحد اخر رخيص كيتباع عند مرينا في الماكياج كنلقى كيدير شي 50 درهم. وبالنسبه للبنات اللي ما لقاوش اولا اللي ما باغيش حتى هما يشريوه، غنشارك معكم الطريقه ديالو ان شاء الله. كنظن في هاد الفيديوهات هادو الجايين غتشوفوه، كل مره كنقولها لكم وكنسى، ولكن هذه المره هذه ما غاديش ننسى. كيف كتشوفوا الناس كتصبح مطلع عليك الزنيقه والسر، زوين 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 بزاف كيعجبني انا، وشي حاجه اللي ما غتبقايش تقدري تستغني عليها. المهم ما دواش على الروينه اللي مرايا، بيت ولادي باقي حالته يلا غادي يجمعوه. قصت سمي شويه ويطفي لي الكاميرا. المهم كيف قلت لكم بيت ولادي غادي يجمعوه بوحدهم، انا غنمشي ندير الغداء ديالي، غنشارك معكم الغداء اللي غادي ندير. المهم ما عرفتش الصراحه اشنو غادي ندير بالضبط، غندخل الكوزينه عاد غيطيح لي الوحي عاد باش غادي يطيح لي الافكار. غنحاول ندير هكا شي حاجه، المهم شي شي حاجه ما عرفتش الصراحه شنو غادي ندير. وصافي هادشي اللي كاين. المهم غتشوفوا لابسه بيجاماكم لانه البرد رجع عندنا حنايا بعدا. المهم الجو عندنا مخربق، مره البرد مره الصاد، وغادي المهم هو كيف ما كان الحال كنمشيو معاه وصافي. فالبنات هادشي اللي كاين، كنبغي نقول لكم بقاو معايا ما تمشيو فيه حتى الاخر. شاركوا معايا الفيديو ديال هذا النهار بهذاك الشيء اللي فيه، باي حاجه كانت غنصورها لكم. ديالي خاسر ليا، درت البصله وخليتها تشحر هي واللحم مزيان تشحر. كيف كتشوفوا البطاطس كتحمر بهذه الطريقه، كتجي الطاجين بنينه البنات. صافي درت العطريه ديالي، ملح البزار، خرقوم، شويه ديال سكينجبير، واحد الضمه ديال الزعفران. غادي تقلل لي هذا الطاجين ديالي مزيان، وغادي ندير فوقو البيض صافي، وخليه يسد عليه حتى ندير فوقو الخضره ديالي. المهم بالنسبة للخضرة وقيلا غندير غير صيلة وفلفلة وشوية ديال المطيشة وصافي، ويجي يجي الطاجين ديالنا خفيف. معتقاش تخيلوا معايا دابا مع هذاك اللعيبه اللي كليكم طيح لي البورطابل خاسره. وضروري كيعجبني هكا ملي ندير روتين وانا كنطيب، شكون كتشوفوني اش كندير هذا، ولكن دابا مابقيتش كيفاش ندير. المهم انا كنصايد دابا في الشلاضه، قطع في مطيشه خيار فلفله، وغندير واحد شويه ديال الخس صافي. سلطه ماروكه عادي وصافي. غتشوفوني بزاف ما كنديرش بزاف صلاد مع الماكله ديالي، حيتاش ما كان انا ما عنديش معاها راجل، حتى هو ماشي بزاف قليل، مره مره يعني ماشي ضروري خصها تكون في الطبله. داك الساعه كنت فادا انني نديرها لانه كتضيع كتبقى تلاح، كنحاول انني نديرها مره مره هكا لا توحشنا ديالي. المهم كيف كتشوفوا درت فيها البصله مطيشه الفلفله وشويه ديال الخيار صافي. هكا طبيسي متنوع تنقرب نحطها وندير فيها هكا العطريه ديالها، الملح والبزار وشويه ديال الخل وشويه ديال الزيت وصافي. هي الشلايده ديالنا واجده. غندوز دابا البنات بقيه العصير، غنوجد واحد العصير زوين البنات رفيت يديره معكم في القناه، كيجي منعش بزاف بزاف. المهم انا غنشارك معكم ونوريكم المقادير اللي درت فيه. انا رجعت لكم الغزالات. المهم يلا تغدينا الحمد لله. صراحه الطويجين جا يا سلام، ما شهيتكم فيه، جاي بنين بنين مع ديك البصيله ومطيشه وهذا كتلقوه بعضياتهم، كيجي واحد المذاق زوين بزاف. والعصير البنات حتى هو جا واعر. بالنسبه للعصير ما شاركتوش معكم،
نسيت صراحة، لقيت راسي كنعصر فيه، قلت ما صورتوش لانه كيف قلت لكم التريبي ما معاونيش ملي ما كيكونش معايا. كنسى كل مره نبقى نهز التليفون ونصور، نهز ونصور نهز ونصور، ملي كيكون لاصق في التريبي كيجيني الحال ساهل. المهم بالنسبه للحامض والليمون كتاخذوهم البنات كتحيدوا لهم القشره الفوق، انا رفيسه دايره في واحد الفيديو غنحاول نخليه لكم في صندوق الوصف، ولا غنخلي لكم هنايا في اخر الشاشه. المهم حامضه وليمونه كتحيدوا القشره الفوقانيه، هذيك الصفراء اولا هذيك الليمونيه الفوقانيه، داك البيض ديالها ما كتحيدوش صافي. ملي كتحيدوا داك القشره الفوقانيه ديالها كامله، كتنقيو الليمونه والحامضه بجوجهم كتنقيوهم مزيان وكتحيدوا منهم العظومه. اهم حاجه غسل العظومه ما يبقاوش البنات لانهم كيخليو المروره. صافي كتطحنوهم مع اطرو ديال الماء، ملي كتطحنوهم البنات كتصفيوهم، وملي كتصفيوهم كتاخذوا المشمش. انا ولا كيعجبني هاد الايام ديال فيه المشمش كيجي فيه واعر البنات، عرفت شو كيجي منعش بحال شي عصير شاريه على ديال برا يعني ماشي ديال الدار. صافي كتعصريه معاه وكدير السكر حسب الذوق، وكتعمري قرعه ديال الاطرونس يعني كديري هذاك الخليط كله اللي طحنتي كتزيدي عليه الماء حتى كيكمل لك اطرونس. تخيلوا البنات كيجي واعر، كنتمنى انكم تجربوه. واخا مشاركوش معكم غنحاول المره الجايه ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالو بالتفصيل. فصافي البنات هادشي اللي كاين دابا، باقي حدايا المايعين، باقي الدنيا كلها مرونه، غدا نوض نجمع هادشي. واخا عرفت غير تغديت ويجيني نعاس، ولكن ما كنحبش نعاس بالنهار لانه بالليل كنبقى فايقه. انا بلا نعاس ديال النهار ما كيجينيش نعاس بالزربه، تخيلوا معايا ملي نوض نعاس بالنهار اش غيطرى ليا. فصافي هادشي اللي كاين البنات، غنوض دابا نجمع ليا الروينه وغادي نمشي نشوف شنو غادي ندير وهانتوما معايا. غزالات انا رجعت ليكم، وبصراحه ما درت حتى شي حاجه باش نصورها ليكم، غير تغديت وجمعت الكوزينه صافي ومشيت تكيت كنتفرج، يعني ما درت حتى شي حاجه، حسيت براسي اصلا غير تغديت وترخيت وما تغديناش بكري. دابا البنات غادي ندير هكا، راجلي بغى اتاي، بغى اتاي مع شويه ديال السلو، مع راكم عارفين السلو ما كيتكاش بزاف في رمضان وكيبغيه هو بزاف مع اتاي. غندير ليه هكا شي كويز ديال اتاي وصافي. هادشي اللي كاين، المهم انا ما درتش شي حاجه لقدام، ما صايبش والو لانه ما غتغديناش بكري كيف قلت لكم. صافي الا كليت دابا شي حاجه انا ما غنتعشاش، فلهذا غادي ندير الكوتي ونشوف ديك الساعه شنو غادي ندير العشاء، كنفكر ندير شي لي باك ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش الصراحه. اي حاجه اكيد درتها غنصورها عليكم. وصافي هادشي اللي كاين وهانتوما معايا. ايوا انا رجعت لكم الغزالات، نفر الكوتي كنغسل المواعن. المهم عندي ازمه في التريبي، المهم الا هضرت مع راجلي كي ضروري تقلب لي هذيك البياسه، حيت دابا كيف كتعرفوا اخيرا عسلاتنا طلقونا وخلونا نخرجوا، خلاو لينا نخرج شي 11 ديال الليل، يعني مزيان والله الا مزيانه. بالنسبه لحنايا المدن اللي ما فيهمش فيهم زيرو حاله بحال الخريبكا بني بلال، هاد المدن اللي هنايا ما عرفتش بالضبط المدن بالضبط، ولكن المهم المدينه ديالي صدقات من المدن اللي ما خلوهمش هكا اللي يخرجوا ما والو، ولكن كنظن كاذب انا داروا ليهم قريب 8 صافي دخلوا. حنا داروا لنا 11 الليل والمحلات تقلا كلشي غيبدا يحل. وهذا صراحه ما عنديش شي فكره غدا عاد واش نعرفوا شنو كاين، وديك الساعه كانت شي خرجات والهضره اكيد غادي نشاركهم معكم. فصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم بالنسبه للعشاء جيت نشوف لقيت راسي ما غنديرش شي حاجه لانه باغي صفه، وانا الصفه كنت صايبتها البارح. صافي باقي عندي صفه بزاف، قلت لهم شي نخلي هذاك الشيء وغادي ندير الماكله اخرى، واصلا ولادي كيحماقوا على الصفه الاخرى. وصافي وغنشوف راجلي ديك الساعه عندي ليها هكا شي كفيته، المهم نشوف هو شنو باغي، حيت هو ما عندوش معاها بزاف. صافي والديسير ودانون وهادشي اللي كاين. صافي قلت لكم بلا ما تغديناش بكري، كنتهضر على الصوت، ما تغديناش بكري وتغدينا مزيان. صافي هادشي اللي كاين. المهم البنات غسل الماعن ديالي ونعاودو نطلقو ديك الساعه، لانه دابا غنبدا نخدم مع الشبكه وانا حاطه تليفوني في الشبكه يعني غيبدا يسرد ليا في الماء. تحيدتهم نقي الدنيا صافي، عندي كلشي هو هذاك. دابا عندي هنا البنات الربيع اللي كنت صايبتو، صراحه صايبتو البارح غنشف مزيان، خصني نقطعو ونديرو في الكونجيلاتور لانه غيبدا يلوى. غدا نقطعو دابا ونديرو في البلاستيكه وصافي هادشي اللي كاين. المهم بقيت كنكون بحال ما غندير العشاء لا والو، ما عنديش الشقه وهذا كنستافد من داك الوقت كنحاول ندير شي حاجه اخرى. المهم دابا غنقطع هاد الربيع كامل وصافي هادشي اللي كاين. صراحه الدنيا عامره، عرفتي كنسمع الوليدات خارجين كيلعبوا برا وهذا. الاخيره البنات قررت باش انني ندير هاد الطاجين هذا، حيت الضغط صراحه ما عرفتش اشنو غندير، كل واحد غيبدا يبغي ياكل ماكله بوحدو. المهم درت الحاجه اللي نقدروا ناكلوها كاملين، الطاجين هكا ديال البصله مطيشه
وهكا كنت غنزيد عليها شي بيضات من الفوق، وها حنا معشين وهذا هو عشان. انا من بعد ما تعشيت رجعت لكم باش نسد معكم الفيديو، لانه صافي ما بقاتش حاجه غادي تصور. الفيديو ديالنا غيتسال هنايا، الروتين ديال هذا النهار هذا باش ما يجيش طويل بزاف. كنتمنى الفيديو ديالي يتبارطاجاو وتبارطاجوه مع صحابكم مع احبابكم مع الناس اللي عزاز عليكم، باش هكا تدعموني باللايكات ديالكم اكثر باش نزيد نعطيكم اكثر. فكيف قلت لكم البنات، واخا انا باقي ما غاديش نعس وباقي اللي عندي طويل، ولكن غنحبس الفيديو ديال اليوم هنايا باش نصور لكم فيديو اخر. غنمشي دابا ندير الروتين ديالي الليلي، وهذا اللي غادي يكون ان شاء الله ضمن المحتوى ديال الفيديو الجاي. فكنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، سلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله.